أهلا بكم. شكل عام 2022 انتكاسة أخرى في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق بحسب التقرير السنوي لمنظمة Human Rights Watch، حيث لم تتمكن حكومة الكاظمي ولا التي سبقتها أو تلتها من تلبية المطالب الرئيسة للمتظاهرين أو إنصاف النازحين، فضلا عن سوء إدارة ملف المياه وتعريض البلاد لمزيد من المخاطر، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الحكام والمحكومين وفقا للمنظمة الحقوقية. لتسليط الضوء بشكل أوسع على التقرير السنوي لـ Human Rights Watch، معنا في التغطية الخاصة في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي السيد نوري حمدان، وعبر سكايب من عمان الدكتور أيمن، عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وعبر سكايب من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. فأهلا بضيوفي الكرام جميعا. قبل البدء مشاهدينا الكرام بمناقشة محاور هذه التغطية، نتابع معا تقرير الإنفوغرافيك الذي يتناول أبرز ما ورد بشأن العراق في تقرير منظمة Human Rights Watch. نتابع. إذن أبدأ بالدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ضيفي عبر الهاتف. دكتور أيمن بداية مرحبا بك. إلى أي مدى جاء عام 2022 عاما آخر مخيبا للآمال في ملف حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير في العراق؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. أهلا بكم دكتور. حقيقة بالنسبة لملف حقوق الإنسان هو ملف شائك وملف متفرع كثيرا وغير حقيقة يعني غير متوقف. المشكلة في ذلك أن المرتكبين يعني طلقاء ولا يوجد أبدا أي مستوى للمحاسبة فضلا عن المعاقبة. يزاد على ذلك يعني جميع الحكومات الحالية والتي سبقتها، ويعني هذه الحكومة التاسعة المتعاقبة في العراق بعد الاحتلال،
لا يوجد حقيقة وقفات جادة، وقفات تستشف منها حسن النوايا، أو هنالك مثلا حتى لو بصيص أمل في نهاية النفق مثل يعني كما يقولون، لكن كل هذا موجود غير موجود. يزال على ذلك الأساليب الجديدة للقمع، الأساليب الناعمة للقمع إذا صح التعبير. هنالك مطاردة وملاحقة لجميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين يبحثون عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. على جميع الصعد الأصعدة جميع محاور حقوق الإنسان هي يعني مكتظة حقيقة بالملفات وبالانتهاكات الجسيمة التي المتواصلة غير المنقطعة في ملفات أخرى، ولعل الكثير الكثير منها ممكن نأخذ قضية المتظاهرين وقتلة المتظاهرين نموذج حقيقة على التمييع وعدم الجدية وعدم اكتراث الحكومة في تحقيق العدالة أو في البحث عن الحقيقة. وهذا يعني حتى أزيدك من الشعر بيت كما يقولون، أنه نحن هذه السنة في التقرير السنوي لم نجد حقيقة يعني عنوانا يعبر عن الحال في العراق، لأنه هناك صدمة من الواقع الحقوقي الذي وصلت إليه الأوضاع في داخل العراق على الصعد جميعا على الأصعدة كافة. وبالنتيجة سنخرج التقرير هذه السنة بدون عنوان، فقط التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق. وهذا يلخص لعله يلخص بعض الـ يعني جانب من جوانب الانتهاكات التي تحدث بحق المواطن العراقي، المواطن الذي أصبح نصف الشعب تقريبا يعيشون تحت خط الفقر، ومثلهم أميون. وبالنتيجة الحكومة لغير يعني الحكومات المتعاقبة والتاسعة منها على وجه الخصوص لم تتحرك أي تحرك باتجاه تعديل هذا الملف أو ذاك بالنسبة لمحاور حقوق الإنسان أو إيقاف على الأقل يعني على الأقل إيقاف الانتهاكات. هذا كله لم يحدث. الميليشيات متصدرة المشهد العراقي بشكل قوي، إيران حاضرة بقوة على الساحة العراقية وجهارا نهارا بلا خجل ولا وجل، وهذا كله طبعا له أدلة وإثباتات. دكتور أيمن طبعا عن الدور الإيراني في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ابقى معي لو سمحت أستاذ نوري. يعني تحدث الدكتور أيمن العاني أن ملف حقوق الإنسان الحكومات التسع من بعد الاحتلال 2003 وإلى الآن حكومات ممارساتها مثقلة بالانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم، ليس فقط في ثورة تشرين التي قمعت بالحديد والنار، وإنما الكثير من الحالات والمواقف والظروف التي نجد فيها القوات الأمنية والميليشيات تحت مظلة الحكومات المتعاقبة تقوم بقمع حرية التعبير، بقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت في جنوب العراق، في وسط العراق، في شمال العراق. العراق كله يعاني من ظلم هذه الحكومات، ومثقل محاور ملف يعني حقوق الإنسان مثقل ومكتظ بالانتهاكات. ولكن هذا التقرير لمنظمة Human Rights Watch، ما الذي جاء به من جديد؟ شكرا جزيلا لك، وتحياتي لجمهور قناة الرافدين، وكذلك تحياتي لضيوفك الكرام. الحقيقة ومع الأسف الشديد أنه تقرير المنظمة هذا العام لم يأتي بأي جديد، ولم يتوقف عن ذلك، بل هو جاء بمغالطة كبيرة. في مقدمة التقرير ذكر أنه الانتخابات المبكرة جاءت برغبة المتظاهرين التشرينيين،
وهذا خلاف الواقع. الحقيقة أنه التشرينيين طالبوا بالتغيير الشامل، الثورة التشرين طالبت بالتغيير الشامل الجذري للعملية السياسية برمتها، والانتخابات كانت واحدة من وسائل التغيير بشرط وشروط، لم تكن انتخابات بهذه الطريقة. هذه المغالطة في مقدمة التقرير تجعلنا نتوقف كثيرا حقيقة عند إعداد هذا التقرير الذي أصيغ حقيقة بمفهومنا الصحفي هو بتحرير مكتبي. نعم. يعني نحن هنالك تقارير ميدانية وهنالك تقارير مكتبية. هذا التقرير لهذا العام حقيقة هو لا يتجاوز إعداده الرصد وليس التقرير الميداني. لم نشعر بأنه المنظمة سعت إلى الوصول إلى مواقع ميدانية للكشف عن حقائق بانتهاك حقوق الإنسان، على العكس بالمطلق هي أوردت ما موجود من بيانات وما موجود من تصريحات وما موجود من أخبار صحفية تتناولها البعض، وكثيرا ما تحدثنا عنها في مواطن مختلفة، وخير شاهد هو برنامجكم تحت الضوء، كثيرا ما تحدثنا عن مثل هكذا انتهاكات، منها قضايا إدارة القدرات البشرية بما يتعلق بمطالب مهم، مطلب مهم من مطالب ثورة تشرين، وأيضا عودة إعادة النازحين إلى ديارهم، تزويدهم بالمستمسكات والثبوتات الوطنية المدنية التي منعوا عنها وحرموا منها حتى اليوم. كل ذلك هو ليس بجديد، الجديد يفترض أن يكون في هذا التقرير حقيقة هو الأسباب التي منعت، أسباب التي جعلت أغلبية نزلاء مخيمات شمال شرق سوريا هم من العراقيين والممنوعين من العودة إلى الأرض العراقية. ما هي الأسباب؟ لم تتوقف، قالت هم قصرا أو تعسفي وجودهم هناك، ولكن لم تتحدث عن أسباب منعهم أو منعهم من العودة. وذكرت أيضا الحكومة قامت بعودتهم أو إعادة البعض من عندهم، وذكرت بعض الأرقام وكأنه تلمع ما فعلت به الحكومة. هذه كلها حقيقة يعني التقرير ليس مخيبا للآمال فقط، ولكن هو تقرير يبدو هذا العام هو تقرير لا يرتقي بمستوى المنظمة، لأنه المنظمة لديها صلاحيات ولديها قدرات بالوصول إلى المصدر والمصادر. طيب. يعني في كل مجالات. إذن هو تقرير ليس مخيبا فقط للآمال، بل أنه لم يأتي بجديد، وهذه الانتهاكات مستمرة من قبل حكومات التسع ما بعد الاحتلال. يعني أنا أريد أقول ليس مخيبا للآمال فحسب، بل إنه جاء منسجما مع رغبة الحكومة الحالية، لأنه رمى بأثقال على الحكومة السابقة، وكأنه ليست كل هذه الخروقات هي نتاج العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ سامر. أستاذ سامر مرحبا بك. أستاذ سامر الساعدي، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام، مرحبا. الناشط السياسي أستاذ سامر، طبعا هذا التقرير لم يأتي بجديد، بل هو أصلا جاء متطابقا مع ما تريده الحكومات في العراق، هكذا تحدث الأستاذ نوري حمدان. أستاذ سامر، يعني هل ترى من وجهة نظرك أن حرية التعبير وحقوق الإنسان قد تعرضوا إلى الاغتيال من قبل العملية السياسية، وخاصة أن في جميع دول العالم المتقدم ينظرون إلى الإنسان أولا، يعني ينظر إلى المواطن أولا وتنمية المواطن وتطوير قدراته وتعميق شعوره بالانتماء للوطن، هكذا في جميع دول العالم المتقدم. يعني لا نستطيع أن نذكر دولة محددة، ولكن هذه هي الأبجديات. في العراق لماذا دائما الحكومات التسع بعد احتلال 2003 نرى أن وكأنه هذه الحكومات مسلطة على المواطن العراقي لانتهاك حقوقه، سواء في التغييب أو في سرقة الأموال أو في تبديد
طاقات الشباب أو في قمع الثورات المطالبة بالتغيير؟ تفضل أستاذ سام. تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام. يعني حقيقة أولا أعتقد أنه هذا التقرير مثل ما قال ضيفك في الاستوديو، أنا باعتقادي هو يتطابق مع المال السياسي. المال السياسي هو عامل ليس فقط في داخل العراق وإنما حتى في خارج العراق على المستوى الجمعيات المنظمات وغيرها. المال السياسي مال ضخم يتم تحريك فيه النتائج من سلبية إلى إيجابية بالنسبة للسياسيين. ثانيا بالنسبة للمواطن والحكومات، يعني أنا متأكد، ولا أعتقد، أنا متأكد أنه كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية الآن والدورات السابقة والسلطات الثلاثة والرئاسات الثلاثة خلقت من المواطن العراقي عدو لها، وجعلت المواطن العراقي أرخص سلعة في الأسواق السياسية العراقية بدمه بأرضه بكذا بكذا بكل هذه الأمور واللي شهدناها منذ عام 2005 ولحد الآن. وأنا لربما تكون قساوة مني أقول أنه الحكومات في العراق لربما تكون أقسى حكومات في الكرة الأرضية منذ أن تم خلق البشرية إلى يومنا هذا، هي الحكومات بعد 2003 أقسى الحكومات على الشعوب، هي الحكومات في العراق حقيقة. يعني لربما تكون مبالغة، لكن أنا لا، ليست مبالغة، وهذا له مؤشراته. نعم. ومعطياته على الأرض. نعم. نعم. اللي أشاهده أني واللي أسمعه واللي عشت معاه في العراق واللي نظرت كم الهائل من الظلم على العراقيين، كم الهائل. يعني الآن إحنا عندنا مسميات عريضة: مهجرين، مغيبين، مغدورين، قتل على الهوية، ضحايا الإرهاب، قتل الناشطين والصحفيين، قتل المتظاهرين. عندنا 7 أسماء عريضة رنانة كلها قتل ودماء وتهجير. تمام. هذه 7 أسماء يمكن ما راح نشاهدها أو نسمعها أو نقرأها في بقية الدول، حتى الدول الفاشية، حتى الدول اللي هي لربما تكون ذات حكومة بوليسية. لربما احنا انتقلنا إلى أكثر من الحكومات البوليسية. 7 أسماء عريضة كلها دم وقتل وتهجير وتغييب. وأكو يعني يوجد بشر أو أناس لحد الآن أهاليتهم يعني ما يعرفون بهم بالعراق، فوق القاع، جوا القاع. نعم. يعني 31 جثة كانت موجودة من عام 2000 وفي أثناء الطائفية ومن ثم العام 2016. نعم. موجودة عندي وثائق أنه دفنوا مجهولي الأسماء. بالمناسبة هذه الأسماء العريضة أنا اللي ذكرتها، هذه طبعا كلها تسجل ضد مجهول. القاتل ضد مجهول، اللي فخخ السيارة، اللي هجر، اللي غيب، اللي غدار، اللي استباح، اللي هذه كلها ضد مجهول. أما بالنسبة لقضية الصحفيين وهذه هاي الحقيقة اللي يعني شبعنا منها وحل ماكو، نتائج ماكو. يعني حضرتك هذا التقرير من مراسلون بلا حدود على بما يخص الصحفيين، أخطر دولة في العالم. ليش أنا قلت أنه تكون أبشع حكومات. نعم. في العالم بالعراق أبشع دولة. هي تقتل الصحفيين في العراق 299 صحفي كما موضح بالخط الأحمر. نعم. أكثر خطورة نعم لعمل الصحفيين. هذا مراسلون بلا حدود، يعني ما جابينا من جيبنا. بالتالي حقيقة الحقوق في العراق مفقودة مسلوبة. بالتالي الشباب أو الشعب العراقي حينما يريد أن يسترد هذه الحقوق يا أما يتجاهل أو يقمع. والثانية طبعا أكثر، يقمع دائما ما يقمع. وبالتالي هذا القمع حقيقي يعني ما يكون بالخفاء، هذا القمع يكون في وضح النهار. طبعا هذا القمع يعني عندما يحصل أستاذ سامر. نعم. يعني يكون بمبررات، يعني يا إما يطلق على المتظاهرين تهم جاهزة، يا إما يطلق عليهم النار، يا إما يزجون في غياهب السجون. اسمح لي فقط أن أنتقل للدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، هناك بالتأكيد مصادر تستمد منها الحكومات المتعاقبة والتي وصفتها طبعا بالحكومات 9 بعد الاحتلال، لابد من مصادر تستمد منها تعليمات معينة من وجهة نظرك. لربما يا ترى
هي حكومات طبعا مشكلة من قبل الاحتلال الأمريكي بمظلة أمريكية وبدعم ومباركة إيرانية. هذا ليس كلامي ولكن كلام التقارير وكلام المراقبين للشأن العراقي والمحللين الاستراتيجيين. ما المصلحة الأمريكية من بقاء العراق أخطر بلد على الإنسان، لا نقول فقط على الصحفي، أخطر بلد على الإنسان، لأن بطبيعة الحال هو الإنسان هو من يبحث عن الحقيقة، الإنسان هو من يبحث عن الكرامة، هذه فطرة إنسانية. تفضل أستاذ أيمن. نعم، حقيقة فقط للتعليق على تقارير المنظمات الدولية بشأن العراق ولا سيما منظمة هيومن رايتس واتش، هذا التقرير لم يختلف عن سابقه من التقارير، كلها تقارير تجامل الحكومة، تحاول يعني تزويق وتنميق الواقع العراقي كي يعني حتى يمكن لهذه المنظمات أن تستمر في العمل كما يقولون. في كثير من المناسبات ألتقي أنا شخصيا بمدراء إقليميين أو يعني ممثلين أو مندوبين عن هذه المنظمة أو تلك، هكذا يعني يبررون أو يسوغون الموضوع أنه إحنا حتى نستمر في العمل داخل العراق نضطر إلى مجاملة الحكومة وعدم قول الحقيقة، ويكتفون بالقول أن هنالك تقارير تسمى تقارير الظل، هي التقارير التي يعني تحتوي على حقيقة الواقع، ويتم تمرير هذه التقارير إلى الأمم المتحدة، هكذا يقولون. لكن نحن يعني منذ أكثر من يعني هاي صار حوالي 20 سنة لم يتغير الموقف الدولي على أقل تقدير جذريا تجاه العراق، وهذا النتيجة. إذن الموضوع كله كما يقول الضيوف الكرام هي مسألة يعني فعل المال السياسي في الموضوع. أما بالنسبة لمصلحة أمريكا أو يعني الداعمة لحكومات الاحتلال السابقة والتاسعة منها حاليا، يعني اليوم أمريكا هي تحاول أو تترك العراق جانبا، لأنه المخطط المطلوب سائر وفق الخطة، ويعني ممكن أحسن مما تتمنى. والدليل على ذلك أنه العراق اليوم هو عبارة عن يعني حديقة خلفية لإيران ومستودع لأمريكا، يأخذون منه ما يشاءون، يفعلون فيه ما يشاءون، ينصبون من يشاءون. فبالنتيجة يعني هو هذا كله سائر وفق التخادم الإيراني الأمريكي الحاصل في العراق. طبعا هذا يدفع الثمن، من يدفع الثمن؟ هو المواطن العراقي البسيط، هو يعني جميع العراق. يعني هذه المعاناة للمجتمع العراقي أستاذ أيمن أثبتت صحة موقف المتظاهرين طبعا الذين انتظروا طويلا موقفا حاسما من بعثة الأمم المتحدة يونامي، ولكن طبعا حتى هي اعترفت بفساد العملية السياسية وعادت للقاء أطرافها بذريعة الانفتاح على من هم في الساحة. السؤال هنا أستاذ أيمن، يعني هنا الشرعية التي منحها الاحتلال الأمريكي للعملية السياسية وللحكومات التسع التي تلتها، هذه الشرعية هل يعترف بها شعبيا من قبل الشعب العراقي؟ هذه الشرعية الممنوحة للحكومات المتعاقبة كيف ينظر لها المواطن العراقي بعد هذا الفساد وبعد هذا الانحدار في الاقتصاد والانحدار في الواقع التعليمي والانحدار في الواقع الصحي والانحدار في الحالة المجتمعية عندما يتم تصنيف المجتمع على هؤلاء نازحين، هؤلاء كذا إلى آخره، وفق اتهامات وفق وشايات، والمخبر السري هو الملك في الساحة، هذه الشرعية من يمنحها؟ أحسنت أخي الكريم، هو هذا ما كنت حقيقة أنوي أن أتحدث يعني بشأنه، أنه حتى الأمم المتحدة وبعثة يونامي والمسميات الأخرى ومجلس حقوق الإنسان
تقارير الظل وكل هذه المجتمعات حقيقة هي يعني للتسويف، لكسب الوقت، ل يعني تمرير المخططات الخارجية المطلوب تنفيذها في العراق على كل الصعد. يعني المشكلة اليوم العراق يراد له أن يعيش في فوضى، وهذه الفوضى متواصلة وفوضى متفاقمة، يراد أن تهدر حقوق الشعب العراقي، يراد إفقار الشعب العراقي، تجهيل الشعب العراقي. لماذا؟ كي لا يبحث عن حقوقه، لا يعني وواقع الحال يعني حتى في يعني التظاهرات، تجدد التظاهرات في تشرين يعني أثبت أنه الشعب العراقي شعب حي، الشعب العراقي يمكن التعويل عليه بشكل كبير، له حضور واسع. نعم القمع قوي جدا، أساليب كثيرة وخبيثة، ولا محاسبة ولا معاقبة ولا أي إجراء حقيقة حكومي. يعني اليوم حتى ملف المغيبين أو المختفين قسريا، العراق لديه أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري في العالم. ما هو الموقف الحكومي الرسمي من هذا الملف؟ إلى اليوم أنا أتحدث معك لم يجرم الاختفاء القسري في العراق حتى يعني هذه الساعة. لماذا؟ لأنه الأمر تعلم جنابك هذا متورطة به الحكومات، والجميع هم شركاء وشركاء متكافلون متضامنون، لا يمكن لأحد يعني هم يعلمون جيدا أنه الجميع في مركب واحد، لا يمكن لأحد أن يعني هذه الحالة هي التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم. لا توجد معارضة حقيقية، لا توجد، الجميع شركاء، الجميع محفوظو الامتيازات. بالنتيجة هم يعني يبحثون عن مصالحهم الشخصية، غير بعيدا كل البعد عن المصالح الوطنية أو الأولويات الوطنية. واضح دكتور أيمن، ابقى معي لو سمحت دكتور أيمن. وطبعا قبل أن نواصل مشاهدينا الكرام مناقشة محاور تغطيتنا، لنتابع معا تصريحات عدد من الناشطين والمدونين في محافظة البصرة وتأكيدهم استمرار تعرضهم لعمليات الاغتيال والترهيب من قبل الأحزاب وميليشياتها، فضلا عن الملاحقات في ظل قضاء مسيس وتحت مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. نتابع. صارت ب 2015 نظمنا تظاهرات، تعرضنا الى يعني تهديدات من بال 2000 سواء من الحكومه المحليه او الحكومه الاتحاديه من قبل احزاب متنفذه داخل هذه الحكومات. استمرينا الى ان وصلت تظاهرات 2018 اللي البصره ماتت من العطش، ايضا نظمنا تظاهرات بدت من عندها الاغتيالات، ترهيب ام الترغيب. يعني الاغتيالات بدت برهام شهيده ريهام، حسين وساره، الشيخ الغراوي، سعاد العلي، ووصلت رسائل عن طريق الماسنجر، عن طريق الواتساب، انه يابا تنسحب من التظاهرات وقلل نشاطك على الاحزاب اللي موجوده، احنا مراقبينك وكذا من هاي الامور. فالناشطين دورهم مهم بالمجتمع العراقي والبصري، ولذلك عملوا على ضد الناشطين بالتهم الكيديه حد لاسكاتهم وحتى يسرقون براحتهم. سياسة تكميم الأفواه في محافظة البصرة تستخدمها سياسة يعني أحزاب السلطة، تارة ما بين اغتيال وتارة ما بين اعتقال، منذ عام 2018 ولحد هذه يعني اللحظات التي نتكلم بها في إعداد التقرير، سياسة ممنهجة من قبل أحزاب متنفذة تقوم ب يعني محاولة إسكات النشطاء. عشرات النشطاء تعرضوا إلى دعاوى كيدية من قبل مدراء وشخصيات حزبية، في حين البعثة الأممية للأسف واقفة تتفرج ولم يكن لها إجراءات حقيقية. نحن في مركز العراق لحقوق الإنسان رصدنا هذه السياسة من قبل هذه الأحزاب أو الشخصيات المتنفذة، ونرفع التقارير والتوصيات، ولكن للأسف لا توجد يعني إجراءات حقيقية لإتاحة يعني مساحة لهذه العمل الحقوقي أو العمل الرقابي.
دكتور نوري، في هذا التقرير لهيومان رايتس ووتش أشار إلى انهيار العقد بين الحاكم والمحكوم في العراق، يعني الآن انهار العقد الاجتماعي بينهما؟ لا، الحقيقة هو ليس الآن، ولكن بالبداية يعني كما قلنا في البداية أنه التقرير جاء بعناوين مسلم بها حقيقة، يعني لأنه لا يراد من هذا التقرير هو نقد الحكومة الحالية أو مواجهة الحكومة الحالية بشكل عام. الحقيقة يعني العملية السياسية بإدارتها لهذه الأحزاب المحاصصة الطائفية هي عزلت عن المجتمع ما قبل 2018 حتى. فبالتالي شوف الانتخابات هي خير دليل على أنه العزل المجتمع أو إنهاء العقد الاجتماعي ما بين القوى السياسية والمجتمع هو يعني يظهر في إجراء الانتخابات. في إجراء الانتخابات مثلا بال 2018 الانتخابات كل التقارير تشير إلى أنه لم يشترك في الانتخابات أكثر من 20%، بالرغم من أنهم تحدثوا أكثر. كذلك في انتخابات 21، انتخابات 21 وهي يدعون بأنها كما تدعي المنظمة أيضا هي انتخابات مبكرة بطلب من المتظاهرين، هذا يؤكد يعني يؤكد بأنه هذه الانتخابات هي ليست طلب من المتظاهرين، لأنه المتظاهرين تشرين هم قادوا أكبر حملة لمقاطعة الانتخابات بموقف سياسي وشكلوا كتلة اجتماعية كبيرة. طيب، رافض الإجراء الانتخابات، رافض طيب العملية السياسية. نعم، فيما يخص موضوع العراق، العراق يمتاز بثرواته، نتحدث عن الثروات البشرية المهدورة، طبعا مهدورة ثروات البشرية أكيد. صح، الشاب العراقي الآن قمة طموحه أنه يهرب من العراق. نعم صحيح، لأنه لم يحصل لا على الكرامة ولا على فرص صحيح. العمل. وماذا يريد المواطن؟ يريد بلدا يستقر به، يتزوج، يكون عائلة، يكون أسرة، الذي منتهك. نعم، يعني ليس هناك حقوق في العراق أساسا. يا ترى يعني هذه التقارير التي تتحدث عن عقد اجتماعي ومصطلحات يعني فضفاضة، مصطلحات ملمعة منمقة، يعني لماذا لا يقولون أن هذه الحكومات الموجودة في العراق ما دام أنها لا تحترم حقوق الإنسان فلا تصلح أن تكون حكومات، والشعب هو بإمكانه أن يقوم بانتخابات ويختار من يختاره من الذين يبنون هذا البلد؟ نعم، شوف، هو الحقيقة إذا هم تحدثوا بهذه الصياغة التي تفضلت بها عليهم يعني مسألة مهمة جدا، أنه هو العملية السياسية برمتها المنتجة لهذه الحكومات هي يجب أن يؤشروا بأن هذه العملية فاشلة، وهم لا يريدون حقيقة كمنظمات دولية، كمجتمع دولي، أمريكا، إيران، لا يريدون أن يثبتوا أو أن يعترفوا بأنه هذه العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية هي عملية سياسية فاشلة، وهي تمرت بأزمات وانسدادات ووصلت إلى الموت السريري، وجاءت هذه حكومة الكاظمي بجهودهم جميعا هي لإنعاش هذه العملية السياسية المرفوضة من قبل المجتمع. فبالتالي كيف ممكن أن يشخصوا ما تفضلت به بتقاريرهم؟ هم لا يريدون، هم يؤشرون، قلت لك يؤشرون بالمسلمات بما متداول عند الناس حتى لا تثير غضب الناس أكثر فأكثر على الحكومات. طيب، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ سامر الساعدي. أستاذ سامر، المجتمع العراقي الآن يعاني، هناك أزمات اجتماعية في ظل الحكومات المتعاقبة، هناك مخدرات منتشرة، هناك نخب يعني مهجرة، هناك نخب من تستطيع أن تغير لا يسمح لهم بالبقاء في العراق، فهناك يعني مسلسل ممنهج لتهجيرهم من العراق. يعيش المجتمع العراقي الآن في قوقعة منفصلة عن العالم، فقط الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم هو الإنترنت. يا ترى مواقع التواصل الاجتماعي هنا في ظل هذه الأمراض الاجتماعية التي جاءوا بها إلى المجتمع العراقي والتي هي لم تكن موجودة قبل احتلال العراق كالمخدرات وإلى آخره، وعمليات التغييب وهذا عدم تسليط الضوء على مآسي النازحين ومآسي المغيبين والمهجرين،
مواقع التواصل الاجتماعي إلى أي مدى كشفت عورة الحكومات المتعاقبة؟ نعم، تحية لحضرتك. حقيقة يعني مواقع التواصل الاجتماعي نشطة جدا وخاصة الصحفيين، وبالتالي يمكن حضرتك تعرف والضيوف أنه أصبحوا مصدر إزعاج للسلطات، وبالتالي يمكن قرأوا قانون حرية التعبير، وبالتالي أصبحت ضجة قوية وسلبية في هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي أولا. ثانيا، مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة أصبحت هي مادة هادفة لترويج السلبيات اللي على الحكومة، اللي ممكن ما يستطيع الناشط أو المواطن العادي أن يعبر عليها في الفضائيات وكذا. فأصبحت هذه مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات هي بحد ذاتها فضائيات تعبر عنها المواطن الساخط عن كل هذه الأمور. صحيح. مثلا يعني أنا وبقية الأشخاص، أنا عملت برنامج شهداء تشرين وخرجت الشهداء كيف يتم قتلهم وكيف، وعملنا كثير من المناشدات والحمد لله وصلت على قضية المهجرين وعلى قضية المغيبين وعلى قضية اتحاد المرأة وعلى قضية الطلبة، وكثير من المناشدات يعني وصلت على قضية الجرحى تشرين، معاقين وغيرها، الحمد لله وصلت هذه. بالتالي أنا أعتقد أنه مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مواقع مهمة جدا لاستبيان الرأي. يعني هل تجد سيد سامر أن العالم هو متفاعل مع ما يتم نشره ويتم إيصاله، وهذا التفاعل ممكن أن نقول عنه أنه إيجابي بمستقبلا أو خلال المرحلة الحالية؟ نعم، يعني حقيقة نوعا ما إيجابي. يعني هسه مثلا أنا قبل يومين أطلقت حملة مساعدة المهجرين، يعني اليوم وصلت ترند الحمد لله. يعني كثير من الشباب والبنات يتفاعلون أنه يعني يريدون حل. بالتالي أي مناشدة أي قضية إيجابية سوف ترى الكل مجتمع عليك ويساعدك بأن تروج، بأن تنقل، بأن تغرد، بأن تعيتر. كل هذه الأمور يعني تكتيكية، أنه الشباب ما عاد أنه إحنا نستجدي أنه تعال أنت غرد، تعال أنت علق، لا. بالتالي على عكس اللي موجودين في الإعلام المضاد، أن الإعلام الإطاري أو غيرها الولاية، هناك يتم دفع أموال حتى ترتفع هذه التغريدة أو ترتفع هذا الاستبيان أو ترتفع هذا الفيديو. احنا بالنسبه ان يعني شباب العراقيين، بنات وشباب، متواصلين على انه احنا نعمل كايد وحده، نعمل نوصل هاي القضيه. بالمناسبه حقيقه يعني كثير من الامور يعني احنا انتقدناها، يعني مثل تقرير هيومن رايتس وبعض الجمعيات والمنظمات. حقيقه انا يمكن سبق وان صرحت بهذا الموضوع، انه انتم تتعاملون يعني بالنسبه لهذه المنظمات وغيرها، انه انتم تتعاملون مع ثلاث فئات في الحكومة العراقية. أول فئة قاتل صاحب ميليشيا، ثاني فئة فاسد بالأموال وهدر الأموال، ثالث فئة ساكت عن القاتل والفاسد. وبالتالي أنت ما تتعامل مع أناس حقيقيين يهمهم أرواح الناس، يهمهم أموال الناس، يهمهم التطور، يهمهم. بالتالي احنا كتبنا كثير إلى حقيقة شباب وبنات، كتبنا كثير أنه اللي تتعاملون معهم هم فاقدي للشرعية العراقية، والدليل 80% من الشعب العراقي لم ينتخبهم طبعا. وكذلك قدنا حملة لا لن أنتخب للأسباب، 40 سبب خرجنا أنه حملة لا لن أنتخب 40 سبب. بالتالي نبعث مسجات للمجتمع الدولي، للمجتمع العربي، للمجتمع الداخلي، للناس اللي ما تسمع، للدولة الإقليمية الجارة، لغيرها. احنا كشباب اصبحنا منصات اعلاميه نبعث مسجات انه احنا ما عاد العيش في العراق عيش كريم، ما عاد العيش محترم فيه، ما عادت الانسانيه في العراق موجوده، ما عاد كثير من الامور. لكن حقيقه ننصدم بقضيه، ارجع واكرر، انه المال السياسي حقيقه مال يستخدم حتى في خارج العراق، حتى في إرشاء المنظمات، إرشاء كل هذه الأمور. بالتالي نعم، نحن نمتلك أصوات، نمتلك عزم، نمتلك إرادة، لكن في بعض الأحيان نقف أمام هذا المال المهول. يعني حضرتك يمكن إحنا نسمع في قضية النور وغيرها، يعني أنا أقول أنه الفاسد أصبح شخص عالي مقام،
الفاسد أصبح طيب. شخص عالي هناك مقام. هناك نعم. أستاذ سامر من المحللين نعم. الاقتصاديين يقولون أن ما تم اختلاسه بسرقة القرن ما هو إلا قطرة بحر مما يجري سرقته من نفط العراق وثروات نعم. العراق، وتم تسليط الضوء عليه حتى يقال بأن هناك حكومات تسعى أو الحكومة الحالية سوف تقوم بالشيء الجديد واسترداد أموال العراقيين وإلى آخره، وهم لم يستردوا شيئا على بالمقارنة مع حجم الأموال الكبيرة التي هربت من العراق بالعملة الصعبة. اسمح لي أستاذ سامر فقط أن أنتقل للدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، المال السياسي أصبح إمبراطورية كبيرة وضخمة وعملاقة تحمي العملية السياسية، ليس فقط المال السياسي، طبعا بالمال السياسي ممكن أن يشتروا السلاح، يشتروا الذمم، يشكلون ميليشيات، يشكلون أتباع. هل هذه المستعمرة الآن، مستعمرة المال السياسي، وخير دليل عليها سنة السلطة عندما يسميهم العراقيين أو يسمي البعض منهم بالعتاقة، الآن أصبحوا يتحكمون بمصائر الناس، عندما تذهب إليه هذا الشخص المنتمي لسنة السلطة تذهب إليه لكي يحسب لها على سبيل المثال ما تسمى يعني بالحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية عندما تكون منفصلة أو تكون مثلا أرملة تحصل على مرتب شهري، يتم مساومة هذه المرأة العراقية على أمور لا نستطيع ذكرها. هؤلاء بأخلاقهم الآن هم موجودين في مناصب في العملية السياسية ويسمون بالأستاذ. المال السياسي إلى أي مدى أسهم في انتهاك حقوق الإنسان العراقي دكتور أيمن؟ أخي الكريم، بداية احنا يعني نحكي بصراحة وبصراحة هادفة حقيقة، يعني كل من اشترك في العملية السياسية بعد الاحتلال، كل الذين اشتركوا يعني أقل ما يقال عنهم أنهم شهود زور، أقل ما يقال عنهم، يعني هو من شاهد زور، هذا أدنى مستوى للموجودين حاليا في السلطة، فما فوق بالاتجاه السلبي بالنسبة للتوصيفات الأخرى لمن يشترك في العملية السياسية. لماذا؟ لأنها قائمة على أسس لا يمكن لأي شخص حر، لا يمكن لأي شخص يمتلك ذرة وطنية أن يشترك في هذه العملية السياسية بشكل أو بآخر. يعني لا يمكن، كثير من الأدلة وكثير من ننطيهم مجال نشوف شنو اللي يصير، ندفع عن أهلنا، هذا كله حقيقة كانت يعني وسقطت ورقة التوت منذ زمن بعيد عن هؤلاء. يعني اليوم أنا أتحدث لك عن الجانب الحقوقي، ما أخذ موضوع إعادة إعمار المحافظات المنكوبة التي باتت تعرف أنها منكوبة هذه المحافظات. أي محافظات هذه التي باتت تعرف منكوبة؟ هي المحافظات السنية، إذا يعني للتشخيص وليس للتفريق الطائفي. هذه المحافظات ومن يدعي أدعياء تمثيل هذه المحافظات ماذا فعلوا؟ اليوم بعد 7 سنوات من توقف العمليات العسكرية الكبرى وحجة داعش، والكل يعلم ماذا من كان وراء دخول داعش وماذا فعل داعش وكيف، وحتى التقارير وحتى تقارير المنظمات الدولية تقر بأن ما فعلته القوات الحكومية وحلفاؤها أكثر يعني انتهاكات جسيمة، أكثر من الانتهاكات التي قام بها تنظيم داعش. ومع ذلك ما الذي حصل بهذه المحافظات؟ جميع المندوبين، جميع الذين يقومون بزيارات ميدانية، جميع من نلتقيهم، جميع المصادر على الأرض
نقول أنه لا يوجد إعمار نهائيا، فقط إلا اللهم على جانب الطرق، شبكة الطرق ممكن، أما بالنسبة للمستشفيات فهي مهدمة، وغير المهدم منها هي بائسة لا تحتوي على أي مقوم من مقومات مسمى المستشفى. المدارس مهدمة، ويعني أحوال الطلاب يعني لا حدث ولا حرج، طبعا بالجانب السلبي، وهذا كله يعود إلى مخطط، هذا كله لا يمكن يعني هذا حتى على مستوى المصارف، مستوى يا أخي يعني أمور كثيرة كثيرة في هذه يعني والله الإنسان يعني خجلا يتحدث بها، لأنه يضطر، لا يعني يجب أن تقول الحقيقة، يجب أن تتكلم عن الواقع. طبعا نحن نتحدث عن الجانب الرسمي، صدقا جميع النازحين يقولون أن الجهود الحكومية هي جهود سلبية لإغاثتهم. الجهود الحكومية تخيل، وكل الأمور التي تصل والمساعدات التي تصل هي من منظمات داخلية ومن جهات أهلية، يعني جهود شعبية بين قوسين. فحتى هذا الملف يعني احنا نتحدث عن هذا الموضوع، حقيقة الأمر صدقا هؤلاء الذين في السلطة، حتى أنا أكرر هذا الموضوع، حتى هم لا ينتمون إلى الشيعة، هم ينتمون إلى إيران، هم ينتمون إلى أمريكا، هم جاءوا لتنفيذ هذا المخطط لإشاعة الفوضى في البلد، لضياع حقوق وهدر حقوق الناس، يعني أصبح المستقبل في العراق مستقبلا مجهولا، مستقبلا لا يعلم، يعني حتى الحليم اليوم وحتى الشخص الحكيم أيضا لا يمكن أن يتحدث بما سيحدث، لأن الأمور منفرطة بشكل صعب وصفه. يعني اليوم يعني ليس عبثا أن تكون جميع ملفات حقوق الإنسان هي ملفات ممتلئة عن بكرة أبيها بالانتهاكات، ليس عبثا أن يكون حال الشعب العراقي هذا يعني الذي وصل إليه، ليس عبثا أن تكون الجامعات العراقية غير معترف بها، ليس عبثا هذا القوانين التي يعني تجعل من المستوى العلمي مستوى يعني بائس جدا، تجعل من العدالة غير يعني غائبة، اليوم قانون غير عادل يجري في العراق، يعني هذا مأساة مركبة يعيشها المواطن العراقي يوميا صدقا. اليوم يعني أنا لا أبالغ إذا أقول الذين يعيشون داخل العراق هم أموات لكنهم يتحركون. شكرا دكتور أيمن. شكرا دكتور. أخيرا أستاذ نوري حمدان، يعني هذه المآسي في العراق، هل تتوقع أن تكون هناك ثورة شعبية مشابهة لثورة الشباب التي قمعت عام 2019 للتخلص من هذا الواقع المزري؟ شوفوا، الحقيقة أنه كل العوامل التي أدت إلى خروج الشباب في ثورة تشرين هي ما زالت قائمة، بل هي تتفاقم باستمرار، خصوصا مع استمرار القوى السياسية في تشكيل حكومات تعسفية قمعية منتهكة لحقوق الإنسان، غير قادرة على تقديم الخدمات بشكل جيد. فبالتالي العوامل لإثارة الشباب من جديد وإقامة ثورة عارمة كبيرة هو متوقعة، ولكن حقيقة من الصعب جدا تقديرها في أي وقت، ولكن ظروفها كلها، كل العوامل التي ممكن أن تؤشر إلى أنه ظروفها جاهزة هي فعلا ظروفها جاهزة. وإذا عدنا إلى عام 2022 والذي لم يذكر في تقرير المنظمة هيومن رايتس، الحقيقة أنه شهد العراق
شهد العراق أكثر من 950 وقفة احتجاجية خلال عام 2022، وهذه الوقفات كلها تؤشر إلى أنه الثورة قادمة، وهذه الأحزاب المتمسكة في إدارة العملية السياسية المحاصصاتية الطائفية لا يمكن لها الاستمرار وفق هذا الوعي الاحتجاجي التظاهري الموجود بشكل يومي. يعني تخيل أكثر من 950 مظاهرة شهدت مناطق العراق المتفرقة من جنوب العراق إلى غرب العراق إلى شرق العراق. كل هذه الوقفات هي نتيجة شنو؟ نتيجة فقدان أبسط الحقوق التي تذكر بحقوق الإنسان، وكذلك هو وعي شبابي جاهز للاحتجاج ورفض كل ما يمكن تأديته من قبل هذه المحاصصة، من قبل حكومة المحاصصة الطائفية. شكرا لضيوفي في هذه التغطية الخاصة في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان. وشكرا جزيلا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ضيفي عبر الهاتف، وشكرا جزيلا لضيفي عبر سكايب من أنقرة الناشط السياسي السيد سامر الساعدي. شكرا لضيوفي الكرام. كنا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية عن التقرير السنوي لمنظمة Human Rights Watch. هي تغطية أخرى، نلقاكم بإذن الله.